ان شاء الله احنا نتمنى، وزي انت ما بتقول يعني انا ايدك تماما ان احنا قادرين، ان منتخب مصر بالاسماء واللعيبه الموجوده المباراه ان شاء الله على ارضنا ثلاث نقط. انت زي ما بتقول الموضوع مش سهل، ان احنا عشان مصر ينزل خلاص هنكسب، لكن التاريخ بيتكلم، وحتى المقارنه ما بين الحاله الفنيه واسماء اللاعبين والاسماء فراغ بالظبط. فان شاء الله تكون مباراه موفقه، ولو جبنا سيره الاسماء اكيد هنتكلم ابرز الاسماء في منتخبنا القومي. محمد صلاح مفيش شك، محمد صلاح طبعًا. وعودته مع طبعا تريزيجيه، وبنتكلم على مجموعه المحترفين ترزيني والنني كابتن الارسنال وعندنا حجازي حتى في اتحاد حجازي راح اتحاد جده بشكل كبير جدا. بس عندك في جزء تاني، جزء يعني يمكن النهارده الساعه 8 كان في احتفاليه بمحمد صلاح. محمد صلاح طبعا احتفاليه على مستوى وزير الشباب، وعلى مستوى في اللجنه الخماسيه بتكرم صلاح بفوزه. كابتن خطيب حسن قامات كبيره جدا طبعًا. جدا شايف ازاي الاحتفاليه عشان يبينوا الامتداد يا كابتن، عشان يبينوا ان لكره القدم المصريه ما هو موثق، اجيال وراء اجيال. رحم الله طبعا نجوم غوالي كبار يعني، لكن على الاقل لما يبقى كابتن حسن وكابتن خطيب موجودين لازم يبقوا في الحفل. فابننا طبعًا. كلنا محمد صلاح، مو صلاح اللي عربت من اجله الدواوين زي عصر مقاومه المماليك كده، وبقى في صفحات عربيه للانديه كابتن، حاجه كبيره قوي لما النني بقى كابتن الارسنال. وبرضه بقول للجمهور ساعات انتوا بتبقوا في حتت كده اللي هو يقول لك ايه اصله الراجل ارنيتا ده لعب معاه رتيتا. لا ما هي الحكايه مش كده يعني لا الحكايه في الاخر ان انت عندك خامه، ان انت عندك ما يمكن ان تورده للعالم. عندنا مناجم يا كابتن وانت عارف كويس قوي، عندنا مناجم من المواهب. يعني صلاح كان يجب ان يكون مكرما بعد هذه الالقاب اللي جمعها، ودي اول حضور لي بعد القابه العديده يعني. طب خلينا نتكلم مع واحد من الثلاثه الكبار في العالم. يكفي ان بيليه يخرج معلنا انتهاء عصر ميسي وكريستيانو وبدا عصر نيمار وصلاح، ده لوحده يعني حاجه كبيره قوي يا كابتن. اكيد اكيد. بس انا خلينا نتناقش في نقطه يمكن يعني انا كنت بفكر فيها على المستوى التنظيمي، على مستوى التحضير لمباراه توجو. حضرتك مش شايف شويه ان اولا تكريم محمد صلاح بمناسبه حصوله على البريمير ليج خلصان بقاله فتره طويله، واحنا دلوقتي بنلعب في الاسبوع الثامن من السنه اللي بعديها، كان ممكن اختيار التوقيت يكون افضل شويه. انت وديتني حته ثانيه. انا بتكلم على حقه وفي التكريم. بص حق محمد صلاح محدش يقدر يعني ينفي ان هو عمل حاله اعتقد انها مش هتتكرر على مستوى، او هنقول مش هتتكرر ببساطه ووصوله الدرجه، ويستحق التكريم بكل انواعه. لكن صحيح. انا يعني شايف ان التوقيت ما كانش على المستوى المطلوب. انت عندك مباراه كمان 3 ايام والتكريم بيتم طبعا في حفله كبيره في اوتيل كبير، طبعا كل النجوم بيحضروها وزي ما بيقولوا كده ما بين قوسين كبار الزوار. لكن التوقيت انت شايفه صحيح وتكريم محمد صلاح بس، ولا كان ممكن العمليه تدار بشكل اكثر احترافيا؟ هو ده بقى الموضوع، كان يتم بشكل أكثر احترافية. لكن هناك دائما من يشعر أنه متهم، وبالتالي يريد أن يقدم دليل البراءة في جريمة ملوش دعوة بيها. يعني حد اتقتل في شارع فأنت ساكن بعد 5 شوارع. عادتنا المصرية الكروية أن أنا أقول أنا ما روحت الشارع ده، ما أنه حد سألك ولا البوليس جه الشارع ده. وبالتالي صلاح زعلان، صلاح عنده مشاكل احترافية 80% لها الحق فيها، اللي هي فكرة انت عارفها طبعا الرايتس والتسويق والماركتينج وكذا والماركتينج. وبالتالي يا عم اهو احنا هنكرم صلاح ونعمل حفلة عشان هو حد يقول ان احنا نقدر نزعل صلاح. لا مش كده بقى، كان يجب ان يكون هناك توقيت محدد، وليكن بعد تاني ماتش ولو نص ساعة، ومش هتفرق وقتها في فندق 5 نجوم ولا في المطار وهو يغادر صوب انجلترا بالمناسبة، لانه هيحدث الفعل ألا وهو التكريم. وبالتالي طبعا أنا معاك أن التوقيت خاطئ جدا، لا يمكن اللعيبة النهاردة مش هيكونوا في الحفلة مستحيل يعني. لا الجهاز الفني يعني ده اللعيبة أعتقد كل اللعيبة والجهاز الفني كمان. أنا بقول لحضرتك ده في فندق المنتخب، وكأن دي كده يبقى عملوا الصح يعني، إيه ما خلوهاش في قاعة أخرى يعني أو خارج المنتخب. النهاردة بتتكلم عن التركيز، والمفروض اللعيبة ما تكلمش التليفونات وما تكلمش أهلها وما تكلمش أصحابها ومطلوب ساندوتش زيادة وبعدين تروح عامل لهم حفله. لا في التوقيت ده طبعا المقصود،
فانت رحت حته تانية. لكن ما باليد حيله، هذه هي اخطائنا التي يجب ان نصححها. امتى بقى؟ لا تسالني من انا، لا اكيد هسالك ان شاء الله، ولازم يكون في حضرتك عندك رؤيه وعندك فيجن وكمان عندك راي واضح جديد. لان انت استاذ عصام انت خبراتك كبيره جدا، وانا واحد شاهد على هذه الخبرات، كنت متواجد جوه المطبخ فترات طويله جدا، وياما كنت بتقول يا جماعه عايزين نصلح. فيعني طبعا اكيد هيكون كابتن ده بيعتبر تنظير. انا عشت مع اغلب الاجيال لغايه جيل الارجنتين والجيل اللي بعده كمان، وشفتك وانت يوم الفري بنخرج نتمشى انا وانت الساعه 3 الا ربع، ومعرفش ليه 3 الا ربع بتروح مروح جري على الاوتيل، اللي هو اليوم اللي مسموح لك زي ما اتعودت في اوروبا يعني. صحيح.